صباح الخير أعزائي المشاهدين بفقرتنا الثانية من برنامج نور جديد اللي بتحمل عنوان نمو الإنسان، وضيفتنا الآنسة عبلة غطاس، الآنسة عبلة أخصائية في علم النفس العيادي والمرضي. أهلا وسهلا فيكي عبلة. صباح النور شربل، سوري على التأخير بسبب عجقة عجقة السير. السيارة. بالنسبة لنمو الإنسان، شو فينا نقول؟ شو هي المراحل اللي بينمى فيها الإنسان؟ المراحل، أول شيء بدي أقول إنه نمو الإنسان بيكون على كذا نطاق، النطاق الجسدي، النطاق التربوي، النطاق الاجتماعي، كتير هن اختلفوا كتير العلماء على شو هن الأساس تبع النمو. فرح احكي عن ثلاثة كبداية، عن النمو الجسدي، النمو التربوي، والنمو النفسي. من ناحية النمو الجسدي لازم نعرف انه النمو عند الطفل ببلش حتى هو بعده ببطن امه، هو وجنين ببلش نمو الطفل. ببلش لحد ولادته، هيدا بتكون مرحلة لحالها من ناحية النمو. وبيرجع عنا النمو من اول ما يولد، الولاد لحتى جمعتين اللي بنقول له فترة السرير، لأنه بيكون الولد بالسرير معظم الوقت. وبيرجع عنا من جمعتين لثلاث سنتين يلي بتكون مرحلة الرضاعة اللي بيكون مع الأم مع الاهتمام. ومن بعدها عنا فترة الطفولة المبكرة المتوسطة والمتأخرة اللي بتجي بين 3 سنين لعمر 11 سنة. بيدلوا الولد يسموه طفل حتى عمره 11 سنة؟ بنقول عن مرحلة الطفولة تبعه، مرحلة طفولة مبكرة، ومرحلة طفولة متوسطة، ومرحلة الطفولة المتأخرة متأخرة. آخرة بتجي. من بعدها بيجي عندنا مرحلة المراهقة اللي كمان بتقطع بذات الشيء، المبكرة والمتوسطة متوسطة والمتأخرة. والمتأخرة اللي بتكون من عمر ال11 لل17 سنة. بس هون بدنا نلفت النظر انه المراهقة عند الذكور بتبلش على عمر 13 سنة، اما عند البنات الاناث بتبلش على من عمر 12 لل15 سنة، لحد ما توصل لمرحلة المراهقة المتأخرة اللي بتكون بين عمر 18 و21. يمكن هلا كمان بالاجيال الجديدة بنلاحظ انه المراهقة عم بتكون متأخرة زيادة، للشخص يكون بلش يتحمل مسؤولية وكل هالامور. ومرحلة الرشد اللي من 22 سنة لل60، ومرحلة الشيخوخة اللي من ال60 لآخر العمر. لآخر العمر. لكن هيدا بالنسبة للأساس الجسدي. جسدي. بالنسبة للأساس التربوي، من النمو التربوي، النمو التربوي ببلش أول شيء عند العائلة بالبيت أول ما يولد الطفل، هيدا كأول مرحلة. بيرجع عنا لمرحلة المدرسة اللي هي المرحلة الابتدائية الإعدادية والثانوية. ليش نحن بنختلق من عندهم كذا مرحلة، مرحلة كل واحدة لحالها؟ لأنه الطفل بهيدا العمر كل عمر بنتعامل معه بطريقة معينة، بكل عمر توصل له تربية جديدة، تصرفات بنتصرف معه بطريقة جديدة. ومن بعدها ليصل على مرحلة الجامعية اللي كمان هونيك بتكون بلشنا على نطاق جديد، طريقة نمو جديدة، والتصرف معه بطريقة كمان مختلفة. هيدا من ناحية التربوي. على الصعيد النفسي، هلا بدي الفت نظر على الصعيد النفسي، يمكن ما كثير الاهل بيعرفوا انه العامل النفسي شيء كثير مهم عند الطفل، وحتى ببلش معه هي والام يعني بعده جنين ببطنه. هون شخصية الولد، هل هي شخصية بتولد معه او بيتربى على نمط معين وبتنمى عنده الشخصيه، وامتين بتتكون هيدي الشخصيه؟ هول التساؤلات كلهم هلا بنطاق الحديث رح اجاوب عليهم، بس كمل على النطاق النفسي. نحن بمجتمعنا وحتى بكل المجتمعات بيرتكزوا عند الولد على كيف عم بيكبر، الطول، النصاحه، ضعيف ابني، حتى بيصيروا يفرقوا بين الاولاد، حتى بيصيروا يحكوا عن الاسنان، يعني هالقد بنفوت بالتفاصيل الجسديه والخارجيه وبننسى العامل النفسي يلي هو كمان بيكون من اول نهار، وحتى هو مع الام لا هو عم بيكبر موجود بس مش منظور. وهون بحب اقول لك انه لفت النظر انه على طول فيهم يتجهوا الاهل لاخصائي نفسي كمان ليعمل لهم
يشوف الحالة النفسية للطفل إذا عم تتابع بطريقة صحية الحالة النفسية ما تبعه ضروري يكون في عارض معين صحيح ليلتجي الأهل نعم، حتى من أول أخصائي نفسي، نهار فيه يكون فقط عم يلتجئ الاستشارة. للأخصائي النفسي فقط للاستشارة. أوكي، المراحل النمو مراحل النمو، بحب احكي اكثر شيء عن مراحل النمو اللي بيحكي عنها بياجيه، اللي هي نطاق النمو والمعرفه، اللي هي 4 مراحل وبتجي ورا بعضها ومهم الاهل ينتبهوا لها، عشان هيك بحب احكي فيها. عندنا اول مرحله اللي هي مرحله الذكاء الحسي الحركي، اللي بيكون الولد بعد يعني بعده مع اهله، هون بعده صغير ولاده لعمر سنتين ثلاثة، هون الولد بيكون كل شيء عم بيكتشفه من عن نطاق الحسة، عن نطاق اللمس، انه الخمس حواس تبعه بيكون عم بيستعملها. التذوق، الشم، السمع، ايه هون المشاهدة واللمس. مزبوط، هول كلهم بيكون عم بيستكشفهم بهيدا العمر. فهون نحن بس يجي لعنا اول هون بيكون الولد عم بيقلد، ايه في عامل التقليد اكثر مما هو صحيح، في عامل عامل التقليد اللي بيكمل معه كمان لبعدين. بس هون بحب هيك خبر، يمكن اللي بيروحوا رايحين عند اخصائي او عند حيلا حدا، اول سؤال بيسالهم اياه كيف كان في ستيمولاسيون للولد بعمر معين. هون بحب الفت انه لازم الاهل كمان يساعدوه بهول وينتبهوا له انه عنده كل هالحواس، لانه هيدا مرحله مهمه لبعدين يكون قطعه وعرف كل الحواس واستكشفها لا يقدر يبلش بالمرحلة هون الثانية. الأهل لازم يفهموا الولد على هالأشياء. هلا هو بمرحلة صغيرة كتير بده يكون عم بيساعدوه يكتشفها، يعني بولد بعمره كم شهر صحيح انه على طول لازم عنده فترة النوم المعينة، بس ما بتعني انه بدنا نتركه كل النهار بالتخت وما نهتم فيه، لازم مثلا نجيب له لعب مثلا نساعده يلمسها، واهم شيء انه نحكي على طول معه في طريقة لما الولد بتنحكى، بس كمان استعمال الكلمات نضلنا الكلام العادي من انه نضلنا عم نستعمل على كبر كلام اللي بيستعملوه مع الولد مهمة، هو كمان يصير بعدين للحكي تكون مهمة. عنا المرحلة الثانية اللي هي مرحلة ذكاء ما قبل العمليات، يلي هون المرحلة هيدي من بعد ما اول مرحلة قطعنا فيها الحس الحركي خلصنا منه، هيدا بتبلش هيدا المرحلة، وهيدا المرحلة هون الولد صار أوعى بتكمل لمرحلة 7 سنين، هون الوعي تبعه بيصير إنه يفكر، هون بصير الولد يحلل ويفكر يفكر أكثر. ويحلل، يصير عنده منظار آخر للقصص، يشوف أمه كيف عم تتصرف، بيو كيف عم يتصرف، ويقرر هون إنه أنا شو التصرفات المناسبة اللي بالنسبة إلي. وبتنقسم لمرحلتين، في عنا مرحلة التصنيف بيكون عم بيصنف مثل ما قلت اللي عم بيقلد، اوكي بيرجع بعد هيدي المرحلة عنا مرحلة التفكير الواقعي او المادي، ومن بعدها عنا مرحلة التفكير المجرد، هو مراحل بياجي اوكي يلي بيحكي عنها. شو العوامل اللي بتأثر على النمو؟ شو العوامل اللي هي اللي بتأثر على نمو الولد؟ شو لازم يكون فيه موجود تينمى هيدا الولد بصورة طبيعية وصحية؟ اوكي، بس على السريع كرمال لاني قطعت فيهم على السريع، هون بهيدي المراحل يعني الواقع والمادي هون بيصير يقدر يفرق الولد بين الماضي والحاضر، يعني قادر يفرق انه انا هلا عم بشتغل على حالي عم بتصرف بطريقه معينه، اما بالتفكير المجرد هون بيكون صار عنده تفكيره الخاص من ناحيه القصص. بالنسبه للعوامل المؤثره على النمو، اول عامل هو اللي على طول بنسالنا اياه، هل حتى انت سالتني اياه، هل انا جايين من اهلي، يعني شخصيتي وكاركتيري هل هو من اهلي كوراثي او انا شخصيتي اخذتها من خلال معايشتي للامور وتربيتي والمشاهدتي للاشياء. هلا كجواب بسيط كله من مجموع، يعني في برسنتج معين من كل شخص ما، هذا اللي بدي اذكره انه النمو هو على نطاق فردي. على طول قبل ما بلش نعدهم الاهل بيجوا بيقولوا لنا ما عندي مثلا هالولدين ربيوا بذات الطريقه فعلا، وليش كل واحد شخصيته ايه، ليش كل واحد شخصيته، لانه على طول بدنا نفكر انه النمو بيجي على نطاق فردي
والقصص اللي أخذها كل واحد من أمه من بيه ما ضروري تكون ذاتها، عشان هيك في على النطاق العلمي في الجان والكروموزوم اللي بيكونوا أخذهم الولد من أهله. هون رح بلش بشي بسيط، يعني المثل انه مثلا بي عنده، ما عم نقولها انه بطريقه عطله، انه الام عندها سكري مثلا والبي عنده ضغط وعطوه لابنه. فنحن هون على النطاق بعلم النفس على طول كمان في سؤال لما بنساله لما بيجوا لعنا الاهل والاولاد، مع الاولاد، انه في شيء اضطراب نفسي او عامل نفسي كان بالعائله، ما ضروري حتى عند الاهل، بالعائله كلها، يعني الاخوه حتى الاضطراب النفسي ممكن يكون يتناقل وراثيا. ايه هيدا اللي بدي اقوله، بس منه شيء ضروري، يعني ما بدنا مش ما بدنا العالم. نكون عندنا هالمخاوف. في يعني الدراسات اللي في نسبه معينه، في نسبه معينه بس مش من الضروره. عشان هيك بنقول العالم اللي بريديسبوزي على طول بكل القصص حسب المراحل كيف عم بيعيشوها للقصص. فهون نحن على طول مثل ما قلت بنسأل هيدا السؤال، فكرمال اللي عندهم فيعني العامل الوراثي، كرمال هيك عامل الوراثي له دور بتكوين شخصية الإنسان، تربية له دور، المشاهدة اللي تعرض لها هيدا الولد خلال فترة معينة هي ساهمت بتكوين شخصيته، ما في عامل واحد وأساسي ونهائي. ما في عامل واحد، وهلا كمان بعد رح أذكر عوامل، بس بحب أقول إنه الصفات اللي بتكون متنقلة من البي والأم بنقلها الصفات السائدة، أما الصفات اللي بتكون من حدا تاني من العائلة، يعني مثلا الجد أو الست، مش ما بتكون عند الأهل، بنقلها الصفات المتنحية. أوكي، بيرجع عنا غير عامل هي العوامل ما قبل الولادة. بحب هون أذكر إنه الأم لازم تهتم كتير بالأكل تبعها لما تكون بعده الجنين ببطنها، لأنه في دراسات كتير أثبت، وأكيد العامل النفسي هي تهتم بحالها وبكل هالأمور. وبدي شدد، ما بيعني إذا ساعتها بظروف يعني الولد رح يطلع بشي بس يولد، بس هول كتير مهمين، لأنه أثبت دراسات إنه إذا الأم مهتمة كانت بالأكل تبعها وبكل بكل القصص اللي مفروض الأم هي حبل بالولد، بيخلق الولد يعني صحيا ونفسيا احسن. اما اذا كانت بالحاله العكس كمان الاكل الام بياثر على ايه، لانه من بدايه بيكون عم تعطي العامل النفسي للجنين يعني، والطعام عم بيتغذى، اللي كمان رح يكون عم بيساعده لبعدين لما بده يولد يكون صحته منيحه. فينا نعددهم العوامل تعداد قبلها؟ اوكي، مثل ما قلنا عنا العوامل الوراثية، العوامل ما قبل الولادة، العوامل البيئية، العوامل البيئية شو أصنا فيها؟ البيئية مثلا شخص عايش بقرية وشخص عايش بالمدينة، أوكي. مثل ما ملاحظ انه بتكون في اختلاف بالشخصية وبالنمو اللي عنده بطريقة التفكير بسبب الأماكن اللي نمي فيها. ايه، وفي أشخاص كتير مثلا بيكونوا خلال مرحلة وين مطرح اللي ولدوا فيه، مطرح اللي عايشوا فيه، تنقلوا مثلا بكذا بلد. هون يعني نلفت انه كيف بتكون التربية تجمعت، يعني مجموعة من القصص تجمعت عند الشخص للنمو اللي من كمل تعدادون. عنا التغذية، الولد من بعد ما يخلق تعداد لأنه التغذية وقت ما أصير أوكي. عنا الوضع الصحي والأسرة والنمو من ناحية الأسرة، ونمو من ناحية المدرسة، والنمو من ناحية الصداقات والرفقة اللي بيكون عند رح يكتسبها ويصير عنده إياها. وننهي مع وسائل الإعلام يلي هي كمان بتأثر على خصوصي هلأ بالجيل الحاضر على النمو عند الطفل. أنا صعب لبشكر وجودك حضرتك أخصائية في علم النفس العيادي والمرضي، كانت فقرتنا كتير قصيرة بسبب تأخرك، بسبب عجقة السير ما قدرتي توصلي على الوقت. نحن بنشكرك لمعلوماتك، واكيد بنستضيفك بفقره لاحقه وبنحكي بالموضوع مفصلا اكثر. اعزائي المشاهدين، نتوقف مع بريك وبنرجع لنتابع فقرات برنامجنا.